الإخوان، السلام عليكم. أول حاجة، رمضان مبارك كريم وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم غادي نشوفوا القصة ديال أخطر ساحر في التاريخ، الساحر اللي كان كيخطف الدراري الصغار وكيدبحهم وكيقدمهم قرابين للشيطان. هاد السيد تزوج بزاف ديال المرات، وكل مرة تزوج بها كتكون النهاية ديالها هي الانتحار. كيتعتبر من أخطر السحرة اللي دازوا في التاريخ واللي خدموا في السحر الأسود، لدرجة أنه بغى يتلاقى مع الشيطان وجها لوجه. هاد خونا هذا كيتعتبر واحد من المؤسسين ديال عبادة الشيطان في القرن العشرين. فشكون هو هذا الساحر المثير للجدل؟ كيفاش عاش وشنو الافعال القديره اللي دار في حياته؟ الجواب ديال كاع هاد الاسئله غادي نعرفوه في الحلقه ديال اليوم اصدقائي. بلا ما نوصيكم على داك اللايك حيت عارفكم غادي تكونوا درتوها. الاصدقاء اللي كيشوفوا القناه اول مره، مرحبا بكم في العائله. وبلا ما نطول عليكم، يلا نبداو القصه ديال اليوم. الشخصيه اللي غادي نتكلموا عليها اليوم هي الساحر ادوارد الكسندر كراولي، واللي كتعتبر من اخطر واخبث السحره اللي دازوا في التاريخ. تخيل ان هذا الحمق كان كيمارس الرذيله مع العيالات وحتى مع الرجال. خونا راه كان مريض ديال بصح. تزاد كراولي سنه 1875 وسط واحد العائله محافظه، وكانت عائله غنيه جدا. والديه كانوا من دوك المسيحيين المتشددين بزاف. باه كان من اشهر المهندسين المعماريين في ديك الوقيته. طفل كراولي كانت علاقته بمو ماشي حتى لهيه، لحقاش ادوارد كان عدواني وباسل بلا قياس. فاش كمل 8 سنين غادي يصيفطوه والديه لواحد المدرسه مسيحيه داخليه كاينه في انجلترا. هما صيفطوه يقرا تما باش يدير عقلو ويحيد منو داك البساله اللي كانت فيه، ولكن على ما يبدو الوالدين غير كيكبوا الماء في الرمله. اللي وقع هو ان كراولي غادي يولي عدواني اكثر من الاول. الدري كان قبيح وتا شي واحد ما كيحملو. بقى على هذا الحال حتى توفى الاب ديالو بسبب سرطان الفم، وهنا فين غادي تتبدل حياته 180 درجه. كيف قلنا ان الاب ديالو كان غني جدا، ودابا كراولي غادي يورث نصف الثروه ديال الاب، وهنا فين غادي يزيد التمرد والطغيان ديالو اكثر واكثر. ادوارد ولا كيكره شي حاجه سميتها الديانه المسيحيه، لدرجة أنه ولا كيدير أي حاجة محرمة عندهم ومنعها الكنيسة. تخيل أن الأم ديالو اللي من المفترض تكون هي نبع الحنان لقبات عليه الوحش كراولي، هادي راها الأم ديالو، أما البراني ما عرف شنو غايدير. وغير من اللقب اللي عطاتو أمو تقدر تخيل كيفاش كان داير هاد البرهوش. سنة 1895 قرر كراولي باش يكمل قرايته في جامعة كامبريدج. في البداية كان داير تخصص علم النفس، ولكن من بعد غادي يقلبها أدب إنجليزي. وهنا فين كراولي بدا كيهتم بشي حاجة سميتها الشعر، وفي نفس الوقت كانت عنده الهواية ديال تسلق الجبال. زيد عليها خونا كان محترف في لعبة الشطرنج، هذه هي اللي قالوا ليها سبع صنايع والرزق ضايع. من بعد ما دوز واحد المدة في الجامعة غادي يسمح في القراية ديالو ودخل مع واحد المجموعة سميتها الفجر الذهبي. صحاب بلاك كلوفر كنشوفكم. المهم علينا أصدقائي، هذه المجموعة كانت من أخطر المجموعات السرية والمحظورة في بريطانيا. لحقاش كانوا من أكبر السحرة المحترفين في السحر الأسود. هذه الجماعة كانت مقسومة على جوج معسكرات. المعسكر الاول كان في بريطانيا والثاني كان في فرنسا. كراولي دخل مع المجموعه اللي كاينه في بريطانيا وتعلم منهم جميع الطقوس السحر الاسود، ولكن ما غاديش يطول لحقاش كان قبيح بزاف وديما معاهم في الصداع والمشاكل. ومراها غادي ينتقل لفرنسا عند المعسكر الثاني، ضرب معاهم تقريبا واحد العامين، ولكن حتى هما ما كانوش كيحملوه. لحقاش السيد كان كيدير شي تصرفات اللي خلات السحره براسهم يهربوا منه. ادوارد فاش خرج من المعسكرات بجوج بدا كيفكر يدير شي حاجه هربانه عمر شي مخلوق دارها قبل منه. السيد ولا متعطش بزاف لهادشي ديال السحر والشعوذه، وهنا فين غادي يبدا الرحله ديالو لبزاف ديال الدول باش يقدر يلقى السحر الاسود الاصلي والحقيقي، ويقلب على الكتب ديال السحر اللي خلاوها اخطر السحره اللي دازوا في التاريخ. كراولي زار بزاف ديال الدول في سبيل البحث عن الكتب والاثار ديال السحر، ومن بين هاد الدول كانت مصر والجزائر، وايضا زار الهند والمكسيك وبزاف ديال الدول اخرى. هو كان اي دوله سمع عليها شي حاجه عندها علاقه بالسحر كيمشي ليها، والغريب في الامر انه كيقدر يتاقلم بسرعه مع العادات والتقاليد ديال الدول اللي كيزورها. مثلا في هذه الصوره اللي كتشوف فاش كان في مصر يقدر يسحب لك فعلا انه رجل مصري. سنه 1903 كراولي غادي يتزوج روز كيلي ومشاو لمصر ودوزوا فيها واحد المده. ادوارد عجباته مصر بزاف وقرر يعيش فيها واحد المده هو ومراته، وكان متعلق بالاهرامات والاثار ديال الفراعنه، حيث كان مهووس بالبحث في المقابر والدهاليز على الاثار ديال سحر الفراعنه. بقوة الهوس ديالو بالسحر كان دائما كيحاول يكون هو الشخص الوحيد اللي يقدر يتواصل مع الشيطان وجها لوجه. وهنا بدا كراولي كيدير شي طقوس غريبة ومرعبة، وكان كيجمع القطط والكلاب المتشردة وكيقتلها باش يقدمها قرابين للشياطين. ادوارد كان عنده واحد القصر في بريطانيا وارثو على باه، وكان كيدير فيه شي امور جد بشعة، وكل مرة كيزيد يطور من راسو في هادشي حتى قدر يتفوق على اخطر واشهر السحرة اللي دازو في التاريخ. الناس في هذيك البلاصة كانوا كيسمعوا شي اصوات جد مرعبة خارجة من القصر ديال كراولي. وبعد مدة هو على هذا الحال قرر يبدل سميتو من ألكسندر إلى أليستر كراولي. إدوارد كان كيمارس علاقات شادة مع الرجال، وكان كيدير أي حاجة مخالفة للديانة المسيحية، حيث الهدف ديالو هو إرضاء الشيطان فقط، وفي الاعتقاد ديالو أن الشيطان هو اللي يستحق العبادة، وكان كيدير أي حاجة خايبة باش يتقرب منه.
القصر اللي كان فيه ولا مرعب ومقزز ديال بصح. الحيوط ولو عامرين بالرموز الغريبة والمرعبة. دميات كانوا في كل بلاصة، لدرجة أن شي وحدين ولو كيقولوا أن هذا هو القصر ديال إبليس. ولكن وخا هادشي كامل، إدوارد ما قنعوش هادشي وبغى يتلاقى مع إبليس وجها لوجه شخصيا. كيف قلنا أن هاد الساحر زار بزاف ديال الدول، ولكن أكثر دولة عجباته هي مصر، وقال بلي عجباته مصر ولقى فيها راحته. ولكن خونا غير كذاب ومنافق، لحقاش ماشي مصر هي اللي عجباته، وإنما هو كان كيقلب على السحر القديم تاع الفراعنة. وشي مرات كان كيقول للناس أنه مرسول من الإله حورس، واللي كيتعتبر من الخرافات ديال الفراعنة. كان كيقول لهم أن حورس هو اللي مصيفطو باش يحمي المقابر الفرعونية، حيث كانوا كيسرقوها الأوروبيين في هذيك الوقيتة. ولكن كراولي كان غير طالقها عليهم وصافي. الهدف ديالو من هادشي هو يدخل المقابر ديال الفراعنة وياخد راحتو تما، باش هكا يقدر ينقل دوك الرسوم اللي في المعابد والبرديات اللي خلاوهم الفراعنة. وراكم عارفين باللي الفراعنة كانوا مجهدين في هادشي ديال السحر، بحال القصة ديال موسى عليه السلام مع السحرة ديال فرعون. القصة هادي غالبا كاملين غادي تكونوا عارفينها. إدوارد فاش حس براسو خدا خبرة كبيرة في السحر، غادي يألف واحد الكتاب، وهاد الكتاب قال فيه باللي هو نبي من إبليس وكيدعي الناس لعبادة ديال الشيطان. الفلسفة اللي جا بها هي دير اللي بغيتي، ما كاينش قيود، أي حاجة عجباتك ديرها، ما غادي منعك حتى شي واحد. والغريب في الأمر أن بزاف ديال الناس غادي يتبعوه في هاد الديانة الجديدة ديال عبادة الشيطان، حيث كراولي كانت عنده واحد القدرة عجيبة في الإقناع، قدر يقنع بزاف ديال الناس باش يتبعوا هاد الديانة هادي. سنة 1920، يعني مع بداية القرن 20، أليستر كراولي غادي يجمع كاع الأتباع ديالو في واحد الجزيرة سميتها كورفو. هاد الجزيرة هادي كاينة في اليونان، تما فين غادي يشري واحد القصر كبير وقديم باش يكون هو المقر ديال الجماعة ديالو. فاش جاو القصر بداو كيديروا حفلات ديال الجنس الجماعي، زيد عليها جميع أنواع الخمور والمخدرات بالأشكال والألوان. كانوا كيشدوا الحيوانات المتشردة وكيدبحوها وكيشربوا من الدم ديالها ويقدموها كقرابين للشيطان. ولا بان لك هادشي كتير غابلاتي، حيت غادي نزيد نصدمك كتر عزيزي المشاهد، أليستر والجماعة ديالو ما كفاهمش هادشي، بل أنهم ولاو كيخطفوا الدراري الصغار اللي مازالين كيرضعوا كيدبحوهم باش يقدموهم كقرابين للشيطان، بالإضافة أنهم كانوا كيشربوا حتى الدم ديال دوك الوليدات. شي مرات كانوا كيجرحوا راسهم وداك الدم اللي كيخرج كيتبادلوه بيناتهم وكيشربوه، يعني كل واحد فيهم كان كيشرب من الدم ديال الآخر. فاش بداو الاطفال كيختفيو والناس بداو كيشكو فيهم وهما يهربوا من ديك الجزيره، وكل واحد فيهم ولا البلاد اللي جا منها. ادوارد رجع مره اخرى لبريطانيا، وهنا فين غادي يبدا يالف كتب كيدعو فيها الناس لعباده الشيطان. والاغرب من هذا ان الاتباع ديالو كل مره كان كيزيد العدد ديالهم اكثر واكثر. تعرف الساحر كراولي بالرقم 666، وهذا الرقم هو باش كان كيوقع على اي كتاب ولا اي وثيقه، بحال بغيتي تقول ولا هو اللوغو ديالو. إدوارد كراولي ولاو عنده بزاف ديال الأبناء غير الشرعيين في بزاف ديال الدول حول العالم، حيت هاد السيد في أي بلاصة مشى ليها كان كيتلاقى مع العيالات وكيحملوا منه وكيسمح فيهم ويزيد في حاله. لحقاش الفلسفة ديالو كتقول دير اللي بغيتي في الوقت اللي بغيتي، ما كاينش إشكال. ولكن واخا هكاك كراولي تزوج 5 د المرات، ولكن الحاجة الغريبة هي أن كاع هاد النساء كانت النهاية ديالهم هي الإنتحار. أي وحدة فاش كتزوج به كتولي مدمنة على الكحول والمخدرات وفي الأخر كتنتحر. عجيب. إدوارد براسو كانت النهاية ديالو جد بشعة. سنة 1944، يعني قبل النهاية ديال الحرب العالمية الثانية بعام، غادي يلقاو الجثة ديال كراولي وسط الشراب والمخدرات. حتى شي كنيسة ما بغات تدفنو ولا تصلي عليه، كلشي كان كيتهرب منه بسبب دوك الأفعال القذرة اللي كان كيدير. في النهاية شدوه الجماعة اللي كانوا تابعين ليه وحرقوا الجثة ديالو، حرقوه هما كيديروا دوك الطقوس والترانيم الشيطانية. وخامات كراولي مع الأسف مازال ليومنا هذا بزاف ديال الناس متبعين الأفعال اللي كان كيدير، غادي تصنف واحد من أخطر وأخبث الشخصيات اللي عرفها التاريخ. وكانت هذه أصدقائي هي القصة ديال أليستر كراولي أو الوحش كراولي أو الوحش 666. المهم كل واحد وشنو كيقول ليه، وانتم شنو بان لكم أصدقائي في هذه القصة؟ وما تنسوش تخليوا لنا الآراء ديالكم في التعليقات. خوت تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.